باب القسوة للأسارة، وتركنا باب الجاسوس لأن الجاسوسية هذه فيها ما فيها من الانطلاقة، لا لا تقال في هذه الوقت. تفضل أحمد، باب الكسوة للأسارة بعده على طول. الله في صحيح وزن كتاب الجد والسير، قال باب الكسوة للأسارة، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ورحمه الله عليهم جميعا، سمع جابر بن عبد الله قال لما كان يوم بدر، لما كان يوم بدر أتي بأسارة، لما كان يوم يوم ولم يكن عليه ثوب، أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة رحمه الله كانت له عند النبي يد فأحب أن يكافئه. الله الله الله، هنا في هذا الباب في أسارة، أسارة بدر، يعني ان العوذ بس من عليه ثوب، فنظر النبي له قميصا فوجد قميص عبد الله بن ابي بن سلول. نعم، هذا المنافق اكبر المنافقين. انظر هنا اخي الكريم، كنا نتكلم السياق واحد، السياق واحد، هذا ابي عبد الله بن ابي بن سلول اكبر راس النفاق الذي تكلم الذي تكلم بالافك، ابي عبد الله بن ابي بن سلول الذي رجع بثلث الجيش في احد، ابي بن سلول الذي اراد وكاد واتفق مع اليهود على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ابي بن عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق حفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى قميصا لعمه في يوم اسارى بدر، وعند موته ذهب فالبسه قميصه كفن فيه وصلى عليه فقط حفظا للجميل عندما فعل ذلك. ولذلك لما تكون عاصي ويأتي واحد عايز دخل ليقتلك، الله أكبر، الله يرضى عنك يا أحمد، جعلك الله غصة في حلوق المبتدع، فأراد ليقتلك، ماشي، جاء ليقتلك، جاء ليشرحك، لكنه شرح أسوأ ما فيك وأخرجه وجعلك نقيا أمامه، كم تحفظ له الجميل مع أنه عذبك عذابا ما عذبه أحد من العالمين ويفعل بك أفعيل لا تتصور، لكنك عرفت أنه أخرج منك نقطة سوداء أسوأ ما تكون، وكانت تعيبك وتشينك جدا، وقال لك ابقى نقيا، وما قال لك إلا كن بخير، هذا إن عشت خادما تحت قدمه طيلة عمرك ما وفيت له. كن كذلك أخي الكريم، كن وفيا. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وفى له النبي صلى الله عليه وسلم، والله أقر النبي على ذلك، أعطاه قميصه لأنه أعطى قميصه للعباس يوم بدر، ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شاهد من ذلك كسوى الأسارة والإحسان إليهم ولا يتركوهم عورات، مع أنه أسير وأسير على الكفر، كان يطعمهم وكان يحسن المعاملة وكساهم، وفي المكافأة على يد تزدى إلى قريب الرجل إذا كان ذلك إكراما له في قربه في قريبه، ولم يطالب بها القريب إذا كانت بسبب الستر من أهله، وأن المكافأة تكون في الحياة وتكون بعد الممات. ألبسه قميصه ليدفن به، وكافأه لأنه كان العباس، ولأنه أعطى القميص للعباس. انظروا إلى الوفاء، أي دين هذا؟ هذا أعظم الأديان. أي أخلاقيات هذه؟ هذه أخلاقيات النبي، هذه أخلاقيات النبي. اللهم اجعلنا نتخلق بأخلاقيات النبي، اللهم أمين يا رب العالمين. فالمستنبطة تأتي إن شاء الله عندما نأخذ قبل العصر. الله يرضى عنكم ويحفظكم وإن يحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أدم علينا هذا الخير ما فينا أبدا. السلام عليكم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم
الهموم بقدر الهمم.